اما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الطبيه لليوم. مع فتره الصيام لساعات طويله يمكن الجسم بيفقد كثير من السوائل، وهذا الشيء ممكن يؤدي لحاله جفاف او بعض الالتهابات بالمسالك البوليه. خلينا نحكي اكثر عن الالتهابات مع الدكتور الاختصاصي، مع دكتور عفوا معتز شويش، اختصاصي في الجراحه البوليه والتناسليه واستشاري ومشرف في مشفى المواساه الجامعي. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليكم. يا رب صباح الخير. ينعاد عليك دكتور معتز. يعني حكينا بالمقدمه، قالت نور انه يمكن السيدات بيكونوا عرضه اكثر للاصابه بالالتهابات المسالك البوليه برمضان بسبب التجفاف لفتره طويله، ليش هن الاكثر عرضه؟ هلا بشكل عام نحن لازم نفهم نقطه معينه. هلا الصيام الصحيح اللي هو الانسان لما بيصوم طوال فتره الصيام بعد نهايه الصيام ببدايه الافطار ببلش يشرب مي بشكل منتظم بحيث انه يشرب على الاقل كاسه او كاستين كل ساعه ساعتين لوقت السحور. هذا ما بيكون عنده اي عوامل زياده بالاصابه بالالتهابات البوليه، لانه النقص اللي صار خلال الصباح هو عوضه بعد الافطار. هلا الناس اللي عندها عاده انه ما تشرب مي من قبل الصيام وتابعت بالموضوع ما بعد الصيام، هدول طبعا اضافه الى انه هن عوامل خطوره عندهم عاليه لاصابه بالالتهابات البوليه، التجفاف بيعطيهم علامه زائد اضافيه انه يصابوا بالالتهابات فيما بعد. هلا موضوع النساء بشكل عام هو غالبا له علاقه بالهرمونات، سواء خلال ما بعد فتره الياس ما بعد انتهاء الدوره الطمسيه، او خلال مثلا طبيعه حياتها ستايلها بشكل عام، كيف بتعيش، كيف بتشرب، كيف يعني تتحرك بهالحياة، كيف تاكل، كيف تشرب، الحوامل، النساء السكريات كمان، هدول لازم ينتبهوا اكثر من غيرهم لهالموضوع. اضافه الى الناحيه التشريحيه عند النساء انه قرب خروج يعني منطقه البول عندهم قريبه جدا من منطقه خروج البراز، فهي المنطقه القرب هذا التشريحي تبعهم كمان بتعرضهم اكثر من غيرهم انه يصابوا بهالالتهابات بشكل عام. اضافه مثل ما حكينا العوامل الاخرى، طبيعه الغذاء، التجفاف، قله السوائل، طبيعه الحياه، يعني القصص كلها مع بعضها هي بتخلي الالتهابات البوليه عند النساء تحدث اكثر من عند الرجال. دكتور يمكن قلت نقطه كثير مهمه بدايه حديثك، هو الصيام الصحيح بالعكس بيساعدنا نوعا ما يمكن لتنظيم الحالة الصحية للجسم، واساسا بيساعد لطرد السموم من الجسم، بس في يمكن كثير من الاخطاء الشائعة كثير من الناس بترتكبها. خلينا نحكي عن بعض هي الاخطاء الشائعة صحيا لنقدر نتجنبها، لحتى انا مثلا ما يصير عندي بعض الالتهابات ويصير في عندي مشاكل صحية. هلا بشكل عام مثل ما حكينا اكدنا على الموضوع خلال نحن عم ناكد على موضوع الصيام وعلاقته بالالتهابات البولية. صحيح. هلا بشكل عام اهم شيء موضوع الشرب هو اكثر شيء بياثر علينا. هلا الصيام بشكل عام حسب اخر الابحاث بتقول لك هو عباره عن اعاده برمجه لكل خلايا الجسم، بحيث انه اذا كان في عندي خلايا خبيثه او كان في عندي خلايا عم تنقسم بشكل غير طبيعي او كان في خلايا سميه موجوده داخل الجسم، فخلال المرحله اللي بيكون فيها الانسان صائم عنده الجسم وقت انه يتجه لهالخلايا وينظف كل هالسموم ويطلعها لبرا. فهو بالعكس الصيام هو عبارة عن أداة للتخلص من السموم والتخلص من الالتهابات حتى على المدى البعيد. ولكن العادات اللي نحن للأسف نحن بنشتغل عليها خلال فترة الصيام هي العادات اللي بتخلينا نوصل لمرحلة الصيام أو ما بعد الصيام وتعمل مشاكل بعدها، اللي هي أنه مثل ما حكينا أول شيء أنه ما بنشرب مي بعد الصيام، أو بنتجه مباشرة للمحاليل السكرية العالية، أمر الدين، تمر هندي، ما بعرف شو، هي الشغلات اللي فيها سكريات عالية، هي السكريات العالية غير أنه بتعطي إنذار سيء للبنكرياس وبتعمل سكري على المدى البعيد، كمان بتحرض النمو الجرثومي، يعني بصير في خلل غير طبيعي داخل الجهاز المناعي داخل الجسم، بحيث انه بتقوي الجراثيم على المدى البعيد وبتعمل له التهابات فيما بعد. ثاني شغله نوعيه الاكل اللي احنا عم ناكله، حتى اذا كان في كثير مأكلات دسمه اكثر من الخضار والفواكه، خاصه الحاويه على الفيتامين سي. الفيتامين سي هو عباره عن مضاد اكسده داخل الجسم بيمنع الالتهابات في اي مكان ليس فقط في الجهاز البولي. فنحن لما نكثر الخضره والفواكه ونقلل المواد الدسمه خلال فتره الصيام، يعني غير انه جسمنا بيحافظ على رونقه وتوازنه، كمان بيقوي جهاز المناعه عنا وبيخلي مضادات الاكسده تشتغل بشكل قوي جدا، بحيث انه هي حتى بتمنع الالتهابات البوليه على المدى البعيد وحتى كل الالتهابات بالجسم. نعم. كمان يعني دكتور مثل ما انت قلت خلال فتره الصيام الجسم قادر انه هو يتخلص من السموم. خلينا نحكي اليوم موضوعنا الاساسي هو التهابات المسالك البوليه اللي بتنشا بسبب التجفاف. الاعراض الابرز لا كيف نحن بنكتشف هذا الموضوع وشو المفروض نتصرف، شو الاجراءات؟ يعني في ناس مثلا بتعمل تحاليل،
شو التحاليل لازم تساويها لحتى طبعا تروح لعند الطبيب وتعرف شو تتصرف بهالوقت. هلا الاعراض طبعا لها علاقه بالعمر، يعني الاعراض عند الطفل غير الاعراض عند النساء، غير الاعراض عند الرجال. الاعراض عند الطفل، الطفل دائما بيبكي ما بتعرف شو القصه، فدائما الام هي بدها تنتبه لموضوع الطفل، كيف موضوع التبول تبعه. هلا بشكل عام ما دام الطفل عم يقدر يشرب ويقدر يبول ويقدر يطلع البراز بشكل كويس فهو في حاله طبيعيه كويسه. لما بتلاحظ الام انه بلش الحليب ينقص، ما عم ياخذ الحليب بشكل كويس، البول ما عم يطلع بشكل كويس، عم يصير الم بطني، عم يبكي الولد بدون سبب، في بالليل بيبكي، فانا هون بتوجه انه في عندي مشكله. عند النساء بتلاحظي اكثر عرض بيكون عندهم هي الحرقه البوليه، الدخول متكرر على الحمام، الالم اسفل البطن. عند النساء الصغار بالعمر بتكون الاعراض اقوى شديده جدا، بحيث انه احيانا بيطلع دم مع البول، فبترتعب المدام او الانسه وبتتجه بشكل مباشر على الطبيب تقول له دكتور انا نزل لي دم. وهذا طبعا بيكون غالبا هو عرض من اعراض الالتهاب البولي عند الصغار بالعمر. طبعا عند الكبار بالعمر خروج الدم بده استقصاءات اخرى، فوق ال 40 سنه لازم ناخذ الموضوع بشكل جدي اكثر اكثر من النساء الصغيره بالعمر. طبعا اذا طول ما الالتهاب في الطرق البوليه السفليه وهو اغلب الحالات، فما عندي حراره بالجسم، ما عندي الام بطنيه شديده جدا، لكن بمجرد ما اتجه عند النساء باتجاه الكلي وهو الغالب صراحه بيصير في عندها حراره 39 40 سنه، عروقات، رجفان، بتحس حالها تعبانه كثير، بحيث انه بتحس المريضه عن جد صارت تعبانه بحاجه للدخول الى المشفى واستخدام مضادات الحيويه عن طريق الوريد. عند الرجال لازم ننتبه لشغله كثير، عند الاطفال الذكور وعند الرجال لا يمكن ان يحدث التهاب بولي عندهم بدون سبب تشريحي او في مشكله ثانيه داخل. يعني البنات الصغار او النساء طبيعي يصير عندهم التهابات اول مره ثاني مره، انا ما باكد كثير، اذا صار عندها التهاب مره بالسنه او مرتين بالسنه ما عندي مشكله انا بالموضوع، بعالج بالطرق اللي رح نحكيها بعد شوي. ولكن اي ذكر طفل صغير صار عنده التهاب انا لازم مباشره اعالج، وبعد العلاج مباشره استقصي شو السبب. رقم واحد غالبا بيكون عندهم مثلا غير المطهرين اللي عندهم لسه القلفه الاماميه بيكون عندهم ضيقه عم تعمل التهابات، عم يفوت التهابات لجوا. ثاني شيء في شيء اسمه دسامات الحليل الخلفيه، اللي هو انت لما بتدخلي بجهاز المنظار عن طريق القضيب الى الداخل فبتلاحظي عندهم غشاء بيخلي البول ما يطلع بشكل كويس عندهم. الاطفال الذكور والاناث احيانا بيكون عندهم شيء اسمه جزر مثاني حالبي، يعني بالعاده البول ما بيرجع، رب العالمين خلق نوع من الدسام بين المثاني والحالب، بحيث لما بتتقلص المثاني البول بيطلع باتجاه واحد. في اطفال لكن هي الحاله بالذات اللي اسمها جزر مثاني حالبي مو نادره، بالعكس موجوده بس اكثر عند البنات الصغار، بحيث انه عمرها 4-5 سنين بتلاحظ انه بلش عندها التهابات البنت، بتصير بتروح كثير على الحمام، بتشتكي كثير من التهابات، امتى ما عملتي لها فحص بول في عندها التهاب بالبول، احيانا بيصير التهاب بالكليه وهلم جرى. هون انا بتوجه انه يمكن في عندي مشكله بهذا الموضوع. اضافه المشاكل التشريحيه الثانيه اللي عند الصغار اللي هو التضيق ما بين الحالب والكليه، بحيث انه بيكون خروج البول صعب فبيؤدي الى التهابات وهلم جرى. عند الكبار بالعمر الالتهابات لا تحدث بدون سبب، غالبا ضخامه البروستات، غالبا الحصيات البوليه، غالبا الالتهابات الجنسيه، غالبا الالتهابات اللي هي في سبب موجود داخل الجسم، عمل ركود، عمل مشكله عند الذكاء بحيث ساوى عنده هذا الالتهاب. فدائما نحن بعد اصابه الطفل الذكر الصغير والرجل الكبير بالالتهابات البوليه دغري لازم بعد ما نعالج نستسقي يعني ناخذ استقصاءات كامله ونعرف شو السبب لحتى صار معه هذا الشيء. هلا اجى لعندي المريض باحد من هدول الاعراض، اول شيء انا بعمله ببلش بالشغلات السهله اللي هي فحص البول العادي، وبطلب انا من المخبر اذا لاحظ اي علامه من علامات الالتهاب البول يتجه مباشره لزرع البول. هون في عندنا مشكله نحن في المجتمع السوري للاسف، هي كثره استخدام المضادات الحيويه بشكل عشوائي. خذ حب ال 500، صحيح. من اول ما اجيت على البلد عم بسمع من كلمه خذ حب ال 500، بعدين اكتشفت انه حب ال 500 هو الاموكساسيلين 500، وهذا للاسف بكل الزرع البول اللي انا شفته عندي بالعياده الى هاللحظه في عليه نسبه ريزيستنس قويه جدا صارت. يعني للاسف حتى اجت لعندي طفله ما فيني اعالجها الا بمضاد حيوي في العادي يستخدم في العنايه المشدده، يعطى عن طريق الوريد اللي هو الميروبينين بسبب كثره استخدامه، لانه كثير عم يعطوا مضادات حيويه بدون ما نمشي بشكل خطوه خطوه مثل ما بيقول واحد. انا اول شيء بعمل فحص للبول، بمجرد لو انا بدي اكلف المريض اول مره شوي عمليه زرع بول، بس انا بالنهايه على المدى البعيد عم ريحه. اول شغله انا ما عم بضرب جسم الطفل او جسم البني ادم بالمضادات الحيويه اللي هي عم تقضي على الفلورا الطبيعيه الموجوده داخل الجسم. ثاني شغله انا عم بتوجه بشكل صحيح لنوع الجرثومه الموجوده، لانه في جراثيم تترافق مع امراض اخرى. يعني انا بمجرد ما شخصت هي الجرثومه
بعرف انه الطفل عنده او الرجل او المرأة عنده مشاكل تانية موجودة عندهم. فأول شغلة بعمل فحص البول، في التهاب مباشرة زرع البول، اعتمادا على زرع البول أنا بعطي المضاد الحيوي، في طبعا دائما بروتوكولات موجودة كل مضاد حيوي قديش الكمية وقديش الفترة العلاجية حسب مكان الالتهاب وشدة الالتهاب. عند النساء حكينا انه منعالج ومننسى الموضوع، اذا تكرر عند النساء انا هون بدي يعمل اول شيء ايكو للجهاز البولي، اطمن شو المشكله شو صاير معها، خصوصا موضوع النساء اللي عندهم ولادات متكرره بيكون عندهم ضعف بارضيه الحوض، بيكون عندهم برولابس هبوط في المثانه مثلا، بحيث انه ما بتفضى المثانه بشكل كويس فبصير مثل مستنقع داخل المثانه. هذا المستنقع اذا ما فضي وطلعت المي بشكل كامل لو بتعطيها مضاد حيوي من هلا لعشر سنين ما بتخلص القصه. فنحن بننتبه كثير لهالموضوع. عند الرجال بنفحص البروستات، بنفحص وجود حصيات بوليه، كثير بتترافق الحصيات البوليه خاصه خلال فتره الصيام، الناس اللي ما بتعود شرب بعد الافطار بالمي بتتحرض عندهم الحصيات بشكل اقوى، ودائما على السطح الخارجي للحصيات في جراثيم كثيره بتترافق الحصيات مع الالتهابات، مرضى الحصيات هو عامل مسبب للالتهابات والالتهابات يمكن ان تسبب حصيات، فهو موضوع دائر بينات بعض البعض. بعد هيك انا عملت ايكو شفت في مشكله، في شفت في اي شيء ثاني، هون انا بتعمق بالاستقصاءات الثانيه اللي هي الطبق المحوري مع ماده ظليله او بدون ماده ظليله، رنين مغناطيسي، وبناء علي انا بتابع الموضوع. دكتور يمكن معلومات مهمه وقيمه بس وقتنا خلص، نتشكرك على معلومات، ومثل ما قلت يجب استشاره الطبيب بكل الاحوال، يمكن بتفادينا كثير من المخاطر وكثير من المراحل المتطوره للمرض، استشاره الطبيب ما حدا يكون هو طبيب نفسه، لهيك المرجعيه عند الدكتور. شكرا كثير لك. الله يسلمك، شكرا، تشرفت فيكم. شكرا لك دكتور، وبنرجع مره ثانيه بكون لنا لقاءات، بنرجع بنستفيد بالحديث اكثر. شكرا شكرا لك.